حضرتك انا شايفاك بتسجل، بس خلينا في رد لسؤالي المهم جدا. الاختراع او اختراعات السرطان، هل بتستفيدوا منها ولا لا؟ طبعا انا بشكر الدعوه الكريمه، واسمحي لي بقى، يعني انا سبت حوالي يمكن فتره من معلش بدايه انا البرنامج، بعتذر لك، بس كان لازم فتره افهم طويله القصه جدا جدا. الاول. يعني انا الدكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحده الاورام معهد القومي للكبد، وفي نفس الوقت استاذ كبد ومستشار طبي للمركز المصري للحق في الدواء. اهلا وسهلا. الفكره طبعا انا سعيد في وجود الدكتور مخلوف، انا وانا سعيد والله. بشكر يعني شجاعتك لو حضرتك عالم يا دكتور، ان انت دكتور ذكرت محمد ان حضرتك انت عالم في هذا لست المجال، يعني استاذ كيمياء ولكن انك باحث ده كيمياء، طبعا دي حقيقة، فانا بشكر فيك ده ده يعني الصدق. هذه الثقه والموضوعيه في الكلام. والاستاذ حسين طبعا بشكر فيه غيرته على البشريه وكونه مصري وبيشجع اي فكره مصريه. الموضوع طبعا موضوع له شق علمي وده اللي انا ههتم بيه، والشق العاطفي اللي احنا عايزين نشجع اي فكره مصريه انها تظهر بصوره تليق بمصر على المستوى العلمي. احنا وصلنا لمرحله دلوقتي لو اتكلمنا على كلمه، وانا اشكر حضرتك ان انت ركزتي، هل ده دواء؟ هل ده علاج؟ يعني انت كنت دقيقه جدا في التوصيف وهذا مطلوب. انا لما اجي اتكلم عن دواء، لا، الدواء ده بيمر طبعا الاساتذه عارفين بالمراحل ما قبل الانسان ومراحل اللي هي الانسان. ما قبل الانسان مشمل اللي هي الاختبارات اللي هي على السلتيوب انابيب الاختبار والحاجات دي كلها والخلايا والحيوانات، والحيوانات لها مقاييس، يعني لازم الحيوان يكون قريب برضه فسيولوجيا من الانسان. وبعد كده التجارب على الانسان باختصار شديد جدا ثلاث مراحل. المرحله الاولى يمكن الاستاذ الدكتور حضرتك دكتور حسين دكتور حسين ذكرها، بيتم على متطوعين، واخد حضرتك، بعد ان انا بتاكد من حكايه السميه اللي اتعملت في مركز قومي للبحوث لاختبارات ما قبل الانسان، بعمل مجموعه قليله من المتطوعين السلام اصحاء وليس الهدف مادي، وبعمل حاجه بتاكد من درجه امان هذا المنتج. لما اجي اقول ان درجه امان والمرحله دي نجحت بنتقل للمرحله الثانيه. طبعا قبل ما نبدا اي مرحله احنا عندنا في اداره مهمه جدا في وزارة الصحة اسمها إدارة البحوث الدوائية، واخد حضرتك، باخد الاعتماد ليها. والموضوع مش مسألة، مع احترامي للأستاذ حسين، مش مسألة فكر عقيم أو بيروقراطية، لا، دي درجة إيمان. احنا لا نملك أجسادنا، دي هبة إلهية لابد الحفاظ عليها، ومش أي حاجة يتم تجربتها. لما تأكد المرحلة الأولى اللي هي على الإنسان متطوعين إنها درجة أمان، بنتقل المرحلة الثانية بيبقى فيها مجموعة مرضى بتاكد فيها من حاجتين، درجة أمان ودرجة كفاءة أو درجة فعالية هذا المنتج. أخلص المرحلة الثانية بنتقل للمرحلة الثالثة. أنا عندي في حاجة بيسموها يا دكتورة بسمة ستاندرد أوف كير، اللي هو العلاج المثبت عالمياً. العلاج المثبت عالمياً لو قلت مثلاً لمرض القلب في حاجة معينة، في بالنسبة للحمر المتزمية في حاجة كده، سرطان الكبد في أدوية دلوقتي إحنا بنعتمدها بيسموها زي أرم أو دراع أساسي بختبر بيها اي ادويه جديده لاحقه. بشوف بعمل يعني فريقين، فريق بياخد الدواء اللي هو مثبت عالميا والفريق الاخر بياخد الدواء الجديد، وبنمشي مع بعض بنشوف كذا حاجه، درجه الامان، درجه الفعاليه، الاثار الجانبيه. فالموضوع الشق العلمي انا شايفه لا، هو لسه ما بدأناش مرحلة الإنسان، والدكتور مخلوف قال كده، ما بدأناش مرحلة الإنسان. بس هو الدكتور بيقول إنه في متطوعين أخذوا كم بقى متطوعين، هي كم بقى متطوعين دي يعني هنحط فيها يعني كوتشن مارك كبيرة، علامة استفهام كبيرة جدا جدا. احنا هو يعني في شروط للمتطوعين؟ أولا يعني قبل المتطوعين لازم يكون في حضرتك البروبوزل اللي هو توافق عليه، العرض. العرض طبعا. والمتطوع ده لابد ان يعلم ان هذا تجربه اكلينيكيه وليست علاج، ليس علاج فعال، انه تجربه اكلينيكيه. وباخد حاجه بيسموها استماره الموافقه المستنيره، صحيح، باللغه العربيه الواضحه، وبيتم توضيح كل البيانات بما فيها ان هذا العلاج يعني ممكن يسبب بعض المخاطر ممكن تظهر، ان انت موافق على حدوث اي مخاطر،
وان احنا لن نحرمك من حقك الطبيعي للعلاج لو حصلت اي مخاطر. اللي انا فاهمه ان احنا بنناقش النهارده مش في دواء، بنناقش في منتج. ايوه. طب انا عايزه اسال سؤال، هل حضرتك اللي بيقوم، اي حد بيقوم باختراع في نفس المجال والتخصص، ايوه، لنفس المرض اللعين، أيوة، هل بيلاقي تشجيع حواليه؟ هل بيلاقي قبول؟ هل بيلاقي ناس بتساعده؟ شوف حضرتك، لو الملف مستوفي، يعني هو طبعا احنا قابلنا، طبعا انا كنت برضو على فكرة في اللجنة الفنية فترات في الإدارة المركزية للصيدلة، لابد من التأكد من حيثياته ومن البروبوزل نفسه ما قبل الإنسان، وبنشوف هو الدكتور مخلوف قام بيها. انا مش هقدر اناقش في النقطة دي. احنا دلوقتي السؤال، الفكرة حضرتك طرحتها بقالنا كام سنة دلوقتي؟ احنا دلوقتي بقالنا 17 سنة. 17 سنة. فهنا انا له عذر، ويمكن ده يوضح. اللجنة اللي الدكتور مخلوف قاعد معها في البدايات، وواضح ان هو لجأ لكذا جهة. لجأنا تقريبا لحضرتك تفضلت ان في جامعة من الجامعات، وفي جهة برضه سيادية، وفي مش كده، وفي الحاجات دي. لا برضه عشان عاوز اعدل، في دكتورة بسمة جهات كبيرة في الدولة عشان احقاقا للحق، تمام، بتساعدنا مساعدة يعني محترمة جدا، وفي ليام دي يعني في روح عالية جدا، ممتاز، ان هي فعلا في نية طيبة محترمة. شيخ للدولة، شيخ الازهر ولا مين؟ شيخ الازهر موجود، وفي جهات سيادية كبيرة برضو. ان كان احنا في حاجات ان كان حدان قدام قريب خلال ايام، تمام، ان شاء الله، تمام، او فترة بشهور بسيطة، ان الدولة فعلا مهتمية بالموضوع حقيقي، تمام. لما لقوا فعلا في ريزلتس يا دكتور، فعلا في نتائج، اي نعم هي عايز تعمل لوجك زي حضرتك ما قلت، تتعمل بنفس السيستم حضرتك قلته بالظبط عشان تنشر. يعني نبدأ من المرحلة الأولى يا دكتور مخلوف. بالظبط كده. الفكرة في حاجة، يعني أنا دلوقتي طبعا حضرتك التقدم، وأنا سعيد جدا بالملكية الفكرية وتسجيلها على مستوى العالم، بس هي دي تسجيل ملكية وليست براءة، يعني ليست اعتماد دواء. لا هو لا يعني هو النشر، يعني هو بحث النشر الدولي، يعني أوتو فوربورج لما خد نوبل هذا الموضوع ما عملش دراج، ما نتجش زي ما دكتور حسين ما نتجش عن البحث بتاعه. حضرتك طيب تقدمت بالبحث العلمي لمين في مصر؟ لا بالأكاديمية.